يطول عنده ليلة. يا خليلة يا خليلة يا خليلة. احبابي اهل تونس، اليوم درنا هذا الفيديو باش نعتذروا لكم على لو كونسير اللي كان غادي يكون اليوم وما بقاش. كما كتشوفوا نحنا فرحانين لواحد الدرجه ما تصورش، لانه كنا جايين باش نديروا ان كونسير ديال بصح، وكنا جايين باش نفرحوا معكم، وفرحانين على ود غادي نغنيو في تونس وغادي نتلاقاو مع الفان ديالنا في تونس. للاسف يعني على ود الظروف خارج عن القدره ديالنا وما عندناش دخل فيها احنا اصلا، فكنعتذروا لكم. والنيكست تايم كاين نيكست تايم نيكست تايم نيكست تايم قريبه ما بعيدش ان شاء الله، وكنوجدوا الان بيك شو في تونس وغادي نعوضوا لكم ان شاء الله هذا الشو ان شاء الله. يا خليله يا خليله.